ولسه مكملين مع حضراتكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 في فعاليات خاصة جدا جدا وتغطيات خاصة جدا جدا. بتقابلوا فيها كل الكتاب اللي بتحبوهم، بتقابلوا فيها كل النماذج المشرفة من الناشرين والناجحين كلهم في هذه الصناعة. خلينا نتقابل دلوقتي مع ضيفنا اللي منورنا طبعا في كاميرا يحكى أنا، وهو الكاتب والأستاذ محمد بركة. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي، وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا، وسعداء أكتر بمشاركتك من خلال الإصدارات لحضرتك اللي موجودة في المعرض السنة دي. أنا اللي سعيد جدا بوجود حضرتك وبشكرك على الدعوة الكريمة، سعيد بمعرض الكتاب اللي تحول لعرس رائع. صحيح. وفرحة ومصدر للبهجة، وسعيد بالتلفزيون المصري الوطني اللي بيدي مساحة للثقافة والكتاب مدهشة. جميل، احنا بنشكر حضرتك. وطبعا خلينا نبتدي على طول كلام عن حضرتك، خلينا نتكلم انه من اول مشوارك وحضرتك كنت اصغر فائز بجائزه القصص القصيره. بالظبط. مظبوط. وكان طبعا لجنه تحكيم عريقه وكبيره. بالزبط. جدا. وده كان في التسعينات، ده كان في اول المشوار خالص، في اول المشوار وانا لسه طالب في الجامعه. ايوه. تخيل حضرتك لما الاقيني فائز ضمن مجموعه من الكتاب اللي هم جيل جديد، ونلاقي المانشيت بتاع صحيفة أخبار الأدب بيقول 20 كاتبا هديتنا إلى مصر، وبحضور الأستاذ نجيب محفوظ. فطبعا دي من الذكريات اللي أنا بعتز بيها جدا يعني. أكيد. نتكلم عن الإصدارات اللي حضرتك مشارك بيها أستاذ محمد. روايتي الجديدة آيس هارت في العالم الآخر. آيس هارت. آيس هارت في العالم الآخر، وآيس هارت ده اسم القطة. اللي الكاتب أو البطل والراوي بيفقدها وبيروح في رحلة إلى العالم الآخر، وبيحاول يستعيد قطته قبل ما تتحول لكوما من التراب. أخذ منك وقت قد إيه تحضير؟ في الحقيقة من فترة طويلة، يمكن عدة سنوات، مش مدة التحضير. الفكرة سكنتني. أنا مشغول بفكرة ماذا يحدث في العالم الآخر. أيوة. ما مصير الروح بعد الموت مباشرة، بعيدا عن الأديان، في المساحة التي تسمح بالخيال الإنساني. الفكرة جت على بالي من عدة سنوات، سجلتها، وبعد مرور عدة سنوات لقيتها لازالت تسكنني، لازالت موجودة جوايا. فالكتابة ما خدتش وقت طويل في الحقيقة، لأن الفكرة متحضرة في ذهن حضرتك من بدري. بالضبط. أنا عملت بعض البحث في مواقع البحث، لكن الموجود على الانترنت قليل جدا، فكان كان التحدي واللذة كمان، تحدي لذيذ، ان انت لازم تعتمدي على خيالك في احداث. تخيلي يا استاذة رانيا، 80% من الرواية بتدور في العالم الاخر. ماذا يحدث بعد الموت مباشرة؟ ما الذي يمكن ان تصادفه الروح؟ ايوه. هل هناك اشياء مخيفة ام اشياء مبهجة؟ والرواية يعني تزعم أن هناك لطف ورحمة ونور ستقابلنا في العالم الآخر. جميل. التحديات اللي واجهتك في كتابة هذه الرواية، يعني عشان تكتب حاجة عن الألم العالم الآخر، ممكن تكون إيه مصادرك؟ ما هو بالظبط، هو برافو عليك، هو التحديات والصعوبة أنه ما فيش مصادر. أيوة. يعني ما فيش حد مر بالتجربة ده وجا حكالي. أيوة. في بعض الكتابات الصغيرة جدا والمحدودة جدا موجودة على الانترنت. أيوة. بس عدة أسطر بسيطة. اللي حركني إحساس قوي إنه أو حلم تبديد حالة الخوف من الموت. أيوة. هو مفيش موت، هو في حياة بعد الحياة. بس حياة هتاخد أشكال أخرى، والحياة دي طالما القلب نقي، الحد الأدنى من نقاء القلب هيكون في أنوار وإشراقات ولطف ينتظرنا. أكيد. بعد ما نعبر إلى هذا العالم. أكيد. إيه رأي حضرتك في الإقبال السنة دي؟ وإيه رأيك في الدورة دي؟ المميز بالنسبة لحضرتك فيها؟ الجمهور رائع ومدهش، وكان في توقعات ان الاقبال يبقى منخفض بسبب موجه ارتفاع الاسعار اللي ضربت بشده صناعه النشر وارتفاع سعر طن الورق وما الى ذلك. أيوة. ولكن الجمهور اثبت انه يعني قد التحدي، الاقبال ما قلش خالص عن السنه اللي فاتت، ربما تكون نسب المبيعات تراجعت قليلا، لكن لازال الكرنفال والعرس والبهجه والفرحه. يعني ده بيؤكد انه في شيء متحضر قوي واصيل قوي في الشعب ده. صحيح. يعني زحام غير طبيعي. صحيح. ويؤكد برضو انه
حكاية إنه مفيش قراءة ومفيش ثقافة، لأ فيه، بس نقدر نوصل للناس. كلمني شوية عن الندوات والورش الثقافية اللي بتحصل، الأنشطة الثقافية بشكل عام، حضرتك شايفها إزاي وشايف دورها قد إيه مهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ هو يعني إحنا عندنا الكم نفسه رقم مرعب. احنا بنتكلم عن اكتر من 500 فعالية وندوة وورشة عمل ولقاءات فنية. تخيلي 500 حدث. أيوه. مكثفين في 14 يوم، ده غير طبعا الحضور المهم جدا من الكتاب ومن الادباء بالزبط. ومن الروائيين ومن الشخصيات العامة ايضا. دي فرصة عظيمة، يعني معرض الكتاب تحول لمنصة بيتوج عليها الادباء. أيوه. والمؤلفين في جميع المجالات. ايضا المعرض ما عادش بيحتفي فقط المؤلف. أيوه. يحتفي بالناشر. أيوه. وصناعه الناشر. احنا قابلنا ناشرين كتيرة جدا جدا بالظبط. أيوه. وبدا يدي دورات تدريبيه لصغار الناشرين، وبدا يجيب خبراء في مساله النشر الالكتروني. أيوه. وبدا يعني يواجه الاسئله والتحديات الصعبه اللي موجوده في النشر. فمعرض الكتاب بيؤكد على فعلا رياده مصر. صحيح. وانه مصر يعني عندها عمق حضاري وتقدر تبقى مصدر إلهام للمنطقة العربية، لا سيما في صناعات الثقافية الثقيلة. صحيح. أعتقد أنه مصر يعني لها الريادة الثقافية الأولى في الوطن العربي، وأعتقد أن السنة دي تحديدا التنوع العربي كمان والتنوع الأجنبي اللي موجود من كل الجنسيات، إذا كنا بنتكلم عن الوطن العربي أو حتى الأجانب، لو بنتكلم عن الدول المشاركة، كل التنوع ده أعتقد أنه في خدمة الصناعة. طبعا ما تنسيش حضرتك أنه في 2005 أو 2006 لا أذكر بتحديدا، معرض القاهرة الدولي للكتاب خد تصنيف الثاني على المركز الثاني على العالم، على مستوى العالم، على مستوى العالمي بعد معرض فرانكفورت مباشرة. فالمعرض تحول لمنصة وحلم لكل أديب عربي. أيوة. ولكل ناشر، ليس فقط العرب، أيضا في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. يعني كان قديما يقولوا اللي ما نشرش نعيه في الأهرام لم يمت، اللي ما نشرش كتابه في معرض القاهرة الكتاب لم ينشر. أيوة، لم ينشر من قبل. جميل. الجديد اللي بتفكر فيه إيه؟ الموضوع اللي شاغل بال حضرتك ممكن تكون ابتديت تفكر فيه بعد الرواية الجديدة اللي حضرتك مشارك بيها في المعرض؟ والله أنا عندي فكرة مجنونة طالما سألتني السؤال. ليها علاقة بالعالم الآخر برضو؟ لا. أوكي. لها علاقة بتسلق الجبال. أنا بحلم برواية تدور أحداثها في جبال سانت كاترين من خلال متسلقي الجبال. من خلال متسلقي الجبال. أنا بحاول يا أستاذة رانيا أذهب في موضوعات الرواية لمناطق جديدة مختلفة. يعني موضوع العالم الآخر وسؤال ما بعد الموت ده جديد في الرواية المصرية والعربية، ليس مستهلك. فأنا على بالي، أنا عادة مش بتكلم عن فكرة مسبقة لم تختمر، لكن أنا قدامك ما فكرتش. عايزة اتفضل. عالم تسلق متسلق الجبال من خلال نماذج مصرية. عالم شيق جدا. بس الفكرة دايما يا أستاذة رانيا مش الموضوع في حد ذاته، إيه الرسالة الإنسانية اللي ممكن تعيش وعاوزة توصليها. صحيح. يعني لو تناولتي، ما هو في أفلام سينمائية كتيرة تناولته، لكن أنا بيبقى دايماً اللي بيميز الرواية عن السينما هو توصيل معنى إنساني يعيش. وليس مجرد استعراض المهارة، إن أنا بستعرض قدراتي في تصوير عالم متكامل بطولته تسلق الجبال. مفهوم. التحديات اللي ممكن تكون بتواجه الصناعة من وجهة نظر حضرتك دلوقتي؟ الارتفاع أسعار، ارتفاع الأسعار تكاليف الكتاب، الأحبار والورق. ديت خلت الناشر من مصلحته ان الكتاب يبقى سعره في المتناول. لكن لما بيزيد المبيعات بتقل، فده تحدي رهيب. بس لكن اعتقد ان النشر الالكتروني ممكن يكون الحل. الرواية الجديدة فيها قدر من الرعب؟ لا. شوية؟ لا، ممكن يكون فيها قدر من التشويق. تشويق بس مش رعب. لا. اسم الرواية عايز هارت في العالم الآخر. الكل أشاد إن هو ليه علاقة بالغلاف. علاقته إيه بالغلاف واختيار الغلاف جه إزاي؟ آيس هارت زي ما قلت لحضرتك هو اسم القطة. فمصمم الأغلفة ودار نشر إبيدي اللي عملوا مجهود جيد في إخراج الكتاب، خلوا إن القطة تبقى هي البطل
وعملوا شواهد قبور في إشارة إلى العالم الآخر. أيوة. لكن القطة هي مجرد شخصية ثانوية. البطل بيلتقي كائنات وبيدور حوارات وبيبقى عنده قدرات خارقة، وكمان بيستعيد حبيبته الأولى وبيستعيد أبوه اللي فقده، وبيتكلم معاه في كل الأسئلة العلاقة المتوترة بين الأب والابن بشكل مفتوح. يعني أتمنى أن هي تحوز رضا القارئ. يعني إن شاء الله تحوز رضا القارئ. أهمية الغلاف فيما يتعلق بالموضوع طبعاً اللي بيتكلم عنه الرواية أو اللي بتتكلم عنه الكتاب ده، بالنسبة لحضرتك ككاتب قد إيه نجاح الغلاف ممكن يأثر على الرواية أو على الكتاب اللي حضرتك كاتبه؟ أعتقد بنسبة لا تقل عن 50%. لأن هو البصمة البصرية للكتاب هو الغلاف، والغلاف ممكن يكون عامل جذب قوي جداً أو يكون عامل منفر. أيوة. فالغلاف أستاذة رانيا يماثل في السينما أفيش الفيلم. شايفة البوستر أو الأفيش بتاع الفيلم قد إيه مهم؟ الغلاف بالنسبة لنا، غلاف الكتاب هو الأفيش بتاع الفيلم. صحيح. فهو عنصر جذب مهم، وهو أول علاقة بينك كقارئة وبين الكتاب. أهم الندوات، أهم الورش، أهم الأنشطة الثقافية اللي حضرتك ككاتب بتكون حريص أو كنت حريص إنك تحضرها. هو في يعني الحقيقة احنا عندنا بحر ومحيط من الندوات، الواحد مش عارف يروح ايه وما يروحش ايه، لكن انا عاوز بس اشير لحاجه عظيمه عملتها الهيئه العامه لقصور الثقافه، وعملتها المؤسسه الرسميه الثقافيه في مصر. أيوة. تحترم جدا. هو اصدار 20 كتاب من مؤلفات الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي بمناسبة مرور 50 سنة على رحيله، وأهم وأخطر مؤلفات طه حسين. لما تطلع من مؤسسة رسمية وبغلاف موحد، ده إنجاز رائع وبسعر قليل للغاية. أيضا المؤلفات الرائعة للهيئة العامة للكتاب اللي حققت الأكثر مبيعا هذه الدورة، أشياء تستحق التحية. أنا عاوز أشيد من خلال البرنامج بالهيئة أصول الثقافة والهيئة العامة للكتاب، لأن عندهم إصدارات رائعة وعندهم حس تقدمي في النشر. أنا كمؤلف بعرف كويس أنه ما فيش رقابة. صحيح. كبيرة في هيئة الكتاب، بالعكس أحيانا عندهم حس تقدمي مش موجود عند بعض دور النشر الخاصة. صحيح. وده اللي خلق التنوع ده، وده اللي خلق النجاح اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. بالظبط. طيب وبعدين كمان يا أستاذة رانيا معلش، في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار الكتب، الملاذ الأخير للقارئ المصري والعربي الهيئات الوطنية زي هيئة الكتاب وهيئة أصول الثقافة. صحيح. خلينا نتكلم كمان عن المبادرات اللي بيقوم بها المعرض السنة دي، والحقيقة إن في مبادرتين من المبادرات الناجحة جدا، وهي مبادرة الملكية الفكرية وكمان مبادرة الترجمة عن اللغة العربية. رأي حضرتك فيهم إيه؟ ده الترجمة الأخيرة دي، الترجمة عن اللغة العربية، ده اللي ناقصنا من زمان جدا. أيوة. إحنا عندنا جهود عظيمة من أيام رفاعة الطهطاوي في ترجمة آداب وفنون وعلوم العالم إلى العربية. أيوة. لكن من الناحية الأخرى الترجمة يجب أن تكون طريقين رايح وجاي. الفكر المصري والعربي غائب تماما عن الآخر. أيوة. الآخر الأجنبي بكل اللغات. المنجز في هذا الاتجاه قليل جدا جدا ويدعو للخجل. فإنه معرض الكتاب السنة دي يعمل مبادرة لتنشيط الترجمة من العربية إلى الآخر، ده شيء، ده اللي كنا بننادي بيه على مدار سنين. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ محمد. أنا اللي بشكرك جدا، وبشكرك جداً على أسئلتك الذكية المكثفة السريعة. أشكرك. وبشكر برنامج يحكى أن اللي يعتبر ذراع داعم ومساند للحركة الثقافية المصرية والعربية. بشكر حضرتك أستاذ محمد وبالتوفيق. شكرا جزيلا. ميسي. شكرا.